هيبقى معانا دلوقتي الاستاذ هاني زهران محامي عبد الله السعيدي. فهمنا اكتر استاذ هاني، صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. نفهم ايه اللي بيحصل بخصوص عبد الله السعيد والقضيه المنظوره من النادي الاهلي في لجنه التسويه والتحكيم. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير كابتن كريم، ازي حضرتك؟ مشرف ومنور على جمهورك العظيم. اهلا بيك. يعني هو الموضوع، بص انا اقول لك حاجه مبدئيا، انا في القانون زي الطب، في حاجات كده كلنا كبني ادمين طبيعيين مش هنعرف نغوص فيها قوي، فهسيب لحضرتك الكلام تشرح لنا الوضع بشكل عام دون ان اقاطعك. هو القانون هو المنطق عامه، هو سهل فهمه لو احنا خدناه لان هو منطق يعني. عظيم. بس الموضوع ببساطه ان في حكم طلع في ابريل 2021 من مركز تسويه التحكيم ضد عبد الله السعيد بتغريمه 2 مليون دولار بسبب اخلاله ببنود عقده الثلاثي ما بينه وما بين النادي الاهلي ونادي اهلي جده. الحكم ده لما طلع طبعا هو عبد الله ما حضرش اثناء نظر الدعوه، ما دافعش عن نفسه خالص، ما لم يعلم اصلا ان في اجراءات بتحصل، وفوجئنا بان في حكم صدر وعرفنا الكلام ده في شهر 5 2021. لما عرفنا الكلام ده خدنا القضيه وطلعنا قدام المحكمه الرياضيه الدوليه، رفعنا استأنفنا او طلبنا بطلان حكم المركز التسويه التحكيم وتغريم الاهلي مليون دولار بسبب الاضرار الادبيه اللي وقعت على عبد الله بسبب تصرفات النادي الاهلي من 2019. المحكمه الرياضيه الدوليه نظرت الدعوه، قبلتها بدايه وابتدت تنظر في الدعوه، قدمنا الدفوع بتاعتنا، النادي الاهلي ومركز التسويه واللجنه الاولمبيه ما ردوش على حاجه خالص غير ان هم قالوا انت يا محكمه رياضيه دوليه مش مختصه بنظر الدعوه دي اصلا. ودفعوا بعدم اختصاصها ان انت مش من حقك تنظري في الدعوه دي. على اسس طبعا قانونيه هم استندوا ليها. واحنا استندنا على اسس قلنا لا انت من حقك تبصي في الدعوه دي لان دي نزاع مع مركز على حكم صادر من مركز تسويه التحكيم. اخذت تقريبا سنه كابتن كريم في الـ في الـ في الـ تقديم المستندات وجلسات الاستماع لغايه لما طلعت يوم 30/5/22 حكم بتقول انا مختصه بنظر الموضوع ده وهبص في الموضوع، عايزين تقدموا اي دفوع في الموضوع لو كل الاطراف موافقين ممكن نعمل جلسه استماع في الموضوع. عظيم. احنا ردينا قلنا احنا مش موافقين، كملي واحكمي. مركز التسويه والتحكيم واللجنه الاولمبيه ردوا قالوا اه احنا عايزين اجل لتقديم مستندات ونعمل جلسه استماع نتكلم في الموضوع. النادي الاهلي رد قال من فضلك يا محكمه رياضيه دوليه يا كاس اعملي سسبنشن، اعملي تعليق لنظر الدعوه لغايه لما اقدم استئناف على حكمك اللي صدر بالاختصاص امام المحكمه السويسريه الفدراليه. ورفع فعلا استئناف الاهلي امام المحكمه السويسريه الفدراليه. لكن من يوم 1/6 يعني بعد صدور حكم الكاس بالاختصاص بيوم، الاهلي مشي في اجراءات تنفيذ الحجز الاداري على اموال عبد الله في البنوك. واعلنا بالحجز الاداري يوم 15/6 يعني طبعا احنا ما وصلناش لاعلان لان هو اعلن عن طريق الاسم، لكن احنا عرفنا الكلام ده يوم 26/6 لما البنك كلم عبد الله وقال له اموالك اتحجز عليها. بعتنا بعد كده جواب للكاس قلنا لهم ده حصل، الاهلي بيحجز على الاموال بالرغم من ان الدعوه لسه ما زالت منظوره امامكم. الكاس ردت على الاطراف كلها وقالت للاهلي يوم 4 يوليو اللي هو النهارده اخر ميعاد ليك عشان ترد على الادعاء ده، هل انت فعلا حجزت على اموال عبد الله في البنوك ولا لا؟ الاهلي المفروض ان هو رد، بس لسه الرد ما وصلناش لان هو كان النهارده ديدلاين، وعلى هذا الاساس بقى هنستنى نشوف الكاس هتعمل ايه. لكن طبعا هو الاجراء اللي تم هنا بتاع الحجز تم امام محاكم مصريه. يعني تغاضى تماما عن الاجراءات اللي قدام الكاس وعن حكم الكاس اللي صدر بالاختصاص كان الكاس مش موجوده. واكيد القاضي اللي اصدر حكم بالتنفيذ بإصدار صيغه تنفيذيه على حكم مركز تسويه وتحكيم ما تقلوش ان الحكم ده لسه ما زال مسار طعن بره مصر، اتقال له ان ده حكم نهائي وبات و لازم يتنفذ يعني قابل للتنفيذ. طيب اسال دلوقتي بقى صح؟ اتفضل. تمام. مركز التسويه والتحكيم لما خدت قرارها بتغريم عبد الله السعيد 2 مليون دولار، وانا حسب معلوماتي انه الاهلي كان طالب اكتر من كده كمان، كان طالب 4 مليون دولار غرامه والمحكمه اقرت ب 2 مليون دولار او التحكيم التسويه والتحكيم. طيب خدوا 2 مليون دولار، ليه بقى حضرتك او محامي عبد الله السعيد، انا عارف ان كان في محامي قبل حضرتك كمان، ليه ما تقدمتوش باستئناف ضد هذا القرار قدام مركز تسويه التحكيم؟ بالظبط.
لان اللائحه بتاعت مركز اساسي التحكيم بتقول الاستئناف قدامي بس اللائحه بتاعت اتحاد الكره المصري بتقول الاستئناف على قراراتي تبقى قدام مركز اساسي التحكيم ممكن او الكاس ولو رحت مركز اساسي التحكيم وصدر حكم الاستئناف عليه بيبقى قدام الكاس ففي تعارض ما بين اللائحه بتاعت اتحاد الكره ولائحه اللجنه الاولمبيه والتعارض ده طبعا في صالح لائحه اتحاد الكره لان هي اللي بتدي الاختصاص للجنه للمركز اساسي التحكيم بان هو ينظر على الاستئنافات اللي طالعه من عندها وطبعا اتحاد الكره خاضع لمنظومه الفيفا والرياضه الدوليه ومحكمه المحكمه الرياضيه الدوليه واللجنه الاولمبيه كمان خاضعه للمحكمه الرياضيه. طيب السؤال بشكل اخر، هل انتوا قررتوا او حاولتوا تقدموا حسب انا بقول لك معلوماتي وقول لي صح ولا غلط، انتوا حاولتوا تقدموا استئناف قدام مركز التسويه والتحكيم وكان في مصاريف معينه تقريبا باكتر من 1,000,000 جنيه وانتوا رفضتوا هذا الامر فسحبتوا الطلب الاستئناف؟ هو الاستئناف احنا سحبناه مش علشان المصاريف بس، طبعا المصاريف مغالى فيها لكن الاستئناف هو كمان احنا ما مشيناش في الاجراء ده لان احنا مقتنعين من اول يوم ان الاستئناف المفروض طريقه هو مركز هو محكمه التحكيم الرياضي الدوليه مش مركز تصوير تحكيم تاني، يعني حتى ده في من وجهه نظرنا شبهه عدم دستوريه ان انا ابقى قدام جهه ولما اجي اطعن على حكمها اطعن قدامها برضه. طيب استاذ هاني لو سمحت تحملني بس انا والله عشان افهم مش اكتر. تحت امرك تحت امرك. دلوقتي كان في خطوه للاستئناف والخطوه دي تراجعتوا عنها؟ لا احنا ما خدناهاش اصلا الاستئناف. ما خدتهاش، انت كنت بتقولي دلوقتي انتوا سحبتوها. احنا رحنا احنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت كان في محامي سابق بالظبط لعبد الله السعيد. المحامي الزميل ده ما حضرش اصلا قدام مركز تصوير التحكيم لان زي ما قلت لحضرتك لم نعلم بالموضوع ده خالص من الاول. لما صدر الحكم عبد الله عمل توكيل لمحامي واثنين وثلاثه عشان يمثلوه. وفي احد المحامين فيهم تقدم باستئناف وده كان الاجراء الطبيعي، هو الراجل من وجهه نظره شايف ان انا المفروض استأنف واكمل هنا الاول بعدين اطلع بره. وده برده صح مش غلط. لكن احنا شفنا ان لا احنا ممكن نطلع بره على طول. وده اللي احنا اثبتناه للكاس خلال السنة اللي فاتت والكاس وافقت على طلبنا وقالت أنا مختصة. طيب القرار بتاع الكاس متوقع ليه إنه يصدر خلال قد إيه؟ والله إذا الكاس ما انتظرتش الاستئناف اللي الأهلي عامله أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية هتصدر الحكم إن شاء الله يوم 25/7 25/7 لحد أقصى خلال إذا انتظرت وعلقت الدعوة بناء على طلب الأهلي يبقى ممكن الحكم يصدر آخر السنة إن شاء الله. آخر السنة؟ صحيح. احنا بنتكلم في حدود 6 شهور يعني تقريبا بالكتير. طيب ما هو في الفتره دي بقى هتفضل اموال عبد الله سعيد محجوز عليها ولا الامور ليها انفراجه ما؟ لا احنا هنا في مصر طبعا اتحركنا برضو يعني رفعنا دعاوى هنا في مصر لرفع الحد ورفعنا دعوى لبطلان امر التنفيذ ورفعنا دعوى بعدم دستوريه مواد لائحه اللجنه الاولمبيه ومركز تحصيل التحكيم. طيب النقطة الجديدة أو الزيادة، لو الكاس اداك قرار في صالحك ضد النادي الأهلي أو يعني يعفي عبد الله السعيد من هذه الغرامات، هل هتحتاج ترجع تاني للقضاء المصري إنك تتعامل بهذا القرار قدام القضاء المصري ولا خلاص أنت كده الأمور بقت نافذة ومش محتاج ترجع للقضاء المصري؟ إذا كان الحكم نهائي والأهلي ما استأنفوش أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية هننفذه هنا، هناخد صيغة تنفيذية هنا في مصر وهننفذ الحكم طبعا إن شاء الله لو اتحكم لنا بتعويض. طيب عبد الله سعيد نفسه في الوضع ده هو الامور بالنسبه له عامله ازاي؟ هل بيفكر في الصلح مع النادي الاهلي؟ هل فكر او فكر في حاجه زي كده ولا الامور دي خلاص مقفوله؟ لا يا كابتن كريم احنا واخدين الموضوع من الاول عن قناعه من 2019 من اول ما القصه ابتدت عن قناعه ومقتنعين تماما ان احنا موقفنا القانوني سليم من ساعه ما عبد الله مشي من الاهلي جده. عبد الله ما مشيش من الاهلي جده بيع او اعاره زي ما الاهلي بيدعي، عبد الله مشي من الاهلي جده فري بعد فسخ عقده والفيفا نفسها حكمت في الموضوع ده قالت كده للاهلي المصري لما راح اختصم اهلي جده هناك قال لها انا عايز منه 2,000,000 دولار قالت له ده مش بيع مش اعاره ده فسخ. طيب وبالتالي انت لا تستحق 2,000,000 دولار. حلو انت حضرتك مسكت حاجه. بص انا اقول حاجه بصراحه، انا قبل ما ادخل النهارده كنت طالب حضرتك تخش معايا وكنت طالب كمان محامي النادي الاهلي ومحامي النادي الاهلي بسبب النادي الاهلي هو قال انا مش هقدر اخش النادي الاهلي يمنع هذا الامر فسالته عشان اعرف اتكلم مع حضرتك. هو قال لي انه صح زي ما حضرتك قلت بالظبط كده انه يا اما العقد يبقى فيه بيع او اعاره من اهلي جده ساعتها النادي الاهلي يطالب عبد الله السعيد بغرامه، ولكن اللي حصل بين اهلي جده وعبد الله السعيد هو فسخ التعاقد وده مش مكتوب في العقد. هو قال لي انه هنا الاهلي يطالب
بأضرار حصلت للنادي انه اللاعب رجع لمصر بسرعه يلعب في الدوري المصري مره اخرى. احنا ملناش دعوه دلوقتي بالشق الرياضي. انا كده فهمت صح او حضرتك فاهم اللي انا بقوله؟ والله يعني حاولت ما فهمتش قوي بس يعني اقدر اقول لحضرتك ان يعني الاتحاد المصري وافق على الانتقال وايد عبد الله من الاساس. يعني لو الاتحاد المصري شايف ان في مشكله في نقل عبد الله ما كانش اتأيد ونزل اول ماتش ولعب قدام الاهلي. ده بدايه يعني. بعدين انا متفهم جدا طبعا ان النادي الاهلي كان يقتنع ان او كان مقتنع ان البند ده بيسمح له ان هو ياخد 2 مليون دولار في اي حاله لو عبد الله جه مصر. صح. بس لا، هو واقع الامر هو ما بيسمحلوش ان هو ياخد 2 مليون دولار الا لو تم بيعه او اعارته. لكن اللي حصل يعني. اللي حصل كان فسخ التعاقد والتراضي وانتقال حر. كده الصوره واضحه. وانت قلت لي انه الكلام ده بالكتير ممكن ياخد 6 شهور، وحتى الان فيما يخص الحجز على اموال عبد الله سيد فانت اتخذت الاجراءات القانونيه في استئنافها على هذا القرار. طبعا احنا اتحركنا على كل الاصعده وباذن الله يعني قريبا الامور هترجع لنصابها. طيب انا سمعت النهارده تصريحات او قريت لحضرتك تصريحات ان انت تنتظر عقوبه على النادي الاهلي. والله انا ما بنتظرش حاجه دلوقتي لان احنا قدام الكاس. الكاس مش هتحط عقوبه على الاهلي، الكاس هتفصل في الدعوه اللي مرفوعه قدامها ضد النادي الاهلي. بعد ما الكاس تفصل في الدعوه بسبب الاجراءات بتاعت الحجز اللي الاهلي اتخذها، ودلوقتي طبعا دي ادت الى اضرار نفسيه للاعب وكمان يعني شلته من الناحيه الماليه ان هو مش عارف يتصرف طبعا في امواله خالص، والنادي كمان اللي بيلعب فيه مش عارف يدفع له، يعني الموضوع بقى صعب. ده اكيد هنلجا للفيفا لان الاهلي اللي عمله ده هو عدم احترام للكاس والاحكام الكاس اللي صدرت بدون انا مختص. طيب هنرجع للفيفا بعد صدور حكم نهائي من الكاس وهنطالب الفيفا باتخاذ الاجراءات اللي هي شايفاها وفقا للوائحها تكون سليمه. الحجز فقط على اموال عبد الله سعيد ولا ايضا على ممتلكاته؟ لا، متوقع طبعا ان هو يمتد لكل حاجه. كل حاجه. ممتد، هيمتد لكل حاجه، هو حجز مال المدينه ده الغير، فده احنا يعني ده يمتد لكل الاصول يعني. استاذ هاني حاليا 37 جهه بس اللي تم اختارها بالحجز واغلبيتها بنوك. الاستاذ هاني زهران محامي عبد الله السعيد، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.